يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم العربية والعالمية.